أهلا بكم في الموجز الأسبوعي لأبرز أخبار وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة. عقد السيد الوزير بنجين ريكاني اجتماعا لمناقشة مشاريع الوزارة ضمن البرنامج الحكومي، ولمزيد من التفاصيل هذه انتقالة إلى الزميل ضياء الدين خالد. نعم سارة، 124 مشروعا لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تضمنها البرنامج الحكومي، وهذا العدد هو الأكبر في تاريخ الوزارة. سيتضمن البرنامج 21 مشروعا جديدا، خمسة منها في قطاع الطرق والجسور، وآخر في قطاع الماء، مع 15 مدينة سكنية جديدة في مختلف المحافظات. أما المشاريع المستمرة في البرنامج الحكومي بلغت 103 مشاريع في مختلف القطاعات، منها 65 مشروعا بنسب إنجاز تجاوزت 70%. ضمن مشروع المدن السكنية في البرنامج الحكومي، صادق السيد الوزير بنجين ريكاني على التصميم التفصيلي لمدينة الفلوجة الجديدة في محافظة الأنبار بحضور محافظ الأنبار الدكتور علي الدليمي. كما ناقش السيد الوزير مشروع مدينة الجنائن السكنية الجديدة في محافظة بابل أثناء لقاء محافظها السيد وسام أصلان، كما تم التطرق إلى مشاريع الطرق والبنى التحتية وتنفيذ آلية جديدة للاستملاك وتفعيل الاستثمار. استكمالاً لإجراءات تطوير شبكة الطرق في بغداد، ترأس السيد الوزير اجتماعاً لمناقشة مشاريع تطوير وتأهيل مداخل العاصمة بحضور السيد محافظ بغداد والفرق الهندسية في الوزارة، وتم في الاجتماع التأكيد على تنفيذ هذه المشاريع وفق أفضل المواصفات المعتمدة عالمياً. أنجزت الوزارة مشروع تأهيل طريق مفرق الشرقات رمضانيات في محافظة صلاح الدين بطول 60 كيلومتراً لممر الذهاب والإياب، وتضمن المشروع إنشاء محطة وزن جديدة لمراقبة الأحمال المحورية الزائدة عند استخدام الطريق. أعلنت الوزارة المباشرة بتنفيذ أعمال جسر الخضر الكونكريتي الجديد في محافظة المثنى عن طريق الملكات الهندسية والفنية في شركة الفاو الهندسية العامة وبإشراف دائرة الطرق والجسور. حققت الوزارة مراحل عمل متقدمة من مشروع ماء النجف كوفا الموحد في محافظة النجف الأشرف، والذي يعد ثاني أكبر مشاريع الماء في العراق بطاقة تصميمية تبلغ 16,000 متر مكعب بالساعة. تابعوا منصاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الإلكتروني الظاهري أسفل الشاشة، كما تم تخصيص الخط الساخن 5614 أثناء الدوام الرسمي لشؤون المواطنين واستقبال الشكاوى. كل عام وأنتم بخير.